طلاق ده حلو بشكل. خشي على اللغط. خشي على ايوه اللغط. الحته دي، الحته دي حلو قوي. ايوه بصي خشي على القفا عشان شعبان بهدل. الله. يا سلام. قسم وسمعني. انا نمت. مين دول يا مامي؟ دول اكيد الناس بتوع فيلم سيف العداله. بصي اهو الولد ده شبه بروسلي. بس يا ولاد بطلوا قله ادب، يلا روحوا على اوضكم، ما تطلعوش غير لما ناديكم. طب مامي انا عايزه حد يعمل لي مساج زيكم. مساج ايه؟ انت لسه صغيره على الكلام ده. بعدين بعدين هتتجوزي ويطلع عينك. ادخلي. بقول لك ايه يا جوكو، معلش يعني اسالك سؤال كده بس من حقي اساله، هي الجلسات دي تقريبا كده بتكلف كام؟ جوجو دي نامت دي ولا ايه؟ جوجو ايوه جوجو. لا انا صحيه صحيه بس مكسله ارد عليكي. يا حبيبتي عندك حق بصراحه. بصي حبيبتي بقى، الجلسات دي بالاعشاب بالزيوت الطبيعيه، واللي واقفين دول جايين من الصين علينا كده دايركت، وكل واحده مننا العمليه دي بتتكلف 3000 جنيه. الواحد يعني اليوم ب 3000؟ ها يوم ايه يا حبيبتي، كل نفر فينا بيتكلف 3000 جنيه. نعم 3000 جنيه ايه يعني؟ احنا الثلاثه ب 9000 جنيه جوجو. وتقولوا لي يا زميله يا انجي علشان اخرجك من حاله الاكتئاب. امال لو عايزه تجيبي لي اكتئاب كنت عملتي فيا ايه؟ نهار اسود 3000 جنيه في سلطه بلدي؟ امال يا اختي لو كانت شيكن سيزر سلطه كنا دفعنا كام؟ انا اعرف. اشتغل يا ماما بذمه بقى. ها وانت كمان كمان اديله جامد. لا 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 مش قوي كده. لا يا ابني مش كده قوي. 9000 جنيه يا حبيبي مش كده. اشتغل يا بنتي، ده انا هوديك تمسحي الشقه. هات يا بنت واخده 3000 جنيه احنا دافعين ثمنها السلطه. طلع عينك بيض. هاتي اوعي تاكلي اللي كانت على مناخيري دي. كل الكله اللي كانت على خدي دي كل جميله دي اللي على خدي دي حلوه. خلاص يا مستر، خلاص يا مستر كفايه يا حبيبي. لا انت ما تبطليش اديها بقى. والبتاعه دي ايه؟ ده تلاقيك كاتل بقى يعملوا لنا دور شاي عشان نحبس السلطه.